أستاذ صديق رمضان الكاتب الصحفي. أستاذ صديق نهارك سعيد، ويعني نرجو أن تطلعنا عن التحركات أو يعني الحراك الشبابي. هناك اليوم حديث عن تنفيذ بعض التصعيد من قبل تجمع المهنيين أو قوى إعلان الحرية والتغيير. الشباب بدأوا يصعدون قليلا من لهجتهم في الشارع، كيف تتابعون هذا الجدول؟ هناك أيضا جدول وضع للتصعيد، هل بدأ فعلا؟ السلام عليكم ورمضان كريم. اهلا بك. انا بس ببدا من حيث انتهى بروف، كلامه كلام غيم وكلام جميل، لكن احنا ما عندنا مشكله في وضع الاستراتيجيات. يا ريت نضع استراتيجيه في كيفيه تنفيذ الاستراتيجيات. دي واحده من مشاكلنا، يعني كل استراتيجيه في كيفيه تنفيذ الاستراتيجيات. طيب اشكاليه انه ما بنقدر نركز، عندنا خبراء، عندنا علماء، عندنا باحثين بيضعوا الاستراتيجيات، لكن السياسي لما يجي اول تنفيذ لما يجي بيرقله بينفذ على حسب هواه. فيما يتعلق بسؤالك، انا اليوم تجولت في عدد من احياء الخرطوم، حي جمال خرطوم الشريك، هذا جنين تقريبا في بحري المزاد، عدد من ثلاثه او اربع احياء في بحري. الشباب طلعوا وجاءت القوات النظاميه فتحت الشوارع وازالت التاريخ وضعوها. هذا بحتمل شيء يمضي من قوى الحريه والتغيير ومن الشباب، لانه في تفاوض، معروف التفاوض دائما، حتى في العهد البائد لما يكون في تفاوض الجيش ب صعد والحاملين السلاح بصعد لسقط لرفع سقط التفاوض. واي زول عنده كلب بيبرز الشيء اللافت اليوم في حضور الشرطه. انا ما بربطه بمظاهرات او وجود حراك في الشارع، لكن ايجابي حسب تطهير الرصيح في الشرطه. بدات الحركه تعود للشارع بصوره ايجابيه. بالمقابل الشباب تحركوا في عدد من الاحياء، ما بذات الصوره الكبيره مثل السابق. انا حاليا في ميدان الاعتصام اللي هو معظم الشباب محتصمين، ومعظم الشباب الناشطين وكانوا محركين للثوره وموجودين في الميلان. الشيء الحاصل طبيعي جدا جدا، بعد التفاوض اليوم ونهايه اليوم هي اللي بتحدد مؤشرات في اتجاه الشارع، سواء كان تصعيدا او المساله بالنسبه للناس انه الامور ماشيه في انفراج من الانسداد الحاصل. أشكرك جزيلا الأستاذ صديق رمضان الكاتب الصحفي على هذه المتابعة اليومية لواقع الحراك الثوري في الشارع.